مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حسكم ألو فارس. رايحين نبداو اليوم على بركة الله الحصة تاع اليوم. كما جرت العادة جبت لكم زوج كيفيات إن شاء الله ينالوا إعجابكم، وبإذن الله مشاهدينا الكرام رايحين نروح معكم خطوة بخطوة. يلا مشاهدينا الكرام إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وإن شاء الله تكونوا وجدتوا الكراس والسيالة. وما تنسوش رقم الهاتف اللي يظهر في أسفل الشاشة، في أسفل الشاشة عفوا، اللي راح نستقبل جميع مكالماتكم بإذن الله. يلا مشاهدينا الكرام، اليوم جبت لكم خبز بالزيتون والزعتر والنعناع. صدقوني خبز ولا أروع ولا أروع. طريقة بسيطة بمقادير بسيطة راح تتحصلوا على خبز هايل خفيف وهايل هايل. تقدروا حتى ديروا خبيزات صغار وتديهم معكم لساندويتش البحر، يعني فكرة ولا أروع. وراح ندير لكم البسبوسة اللي بزاف الناس طلبوها مني، وكان بزاف الناس ما ينجحوش فيها. راح ندير لكم كذلك بسبوسة طريقة بسيطة وناجحة 100% وبنينة. يلا مشاهدنا الكرام راح نبداو بالخبز، لأنه الخبز لازم نخليوه يخمر مرتين هكذا باش نربحوا الوقت، ومن بعد نروحوا البسبوسة. نروحوا نبداو دوكا المقادير. شوفوا معايا، قلنا الخبز تاع اليوم اللي راح نديروه بالزيتون والزعتر والنعناع هايل. هنا شوفوا عندكم زوج مغارف كبار تاع الزعتر يكون يابس هكذا، هاوليك بهذه الطريقة. عندكم زوج مغارف كبار نعناع يكون يابس كذلك. وإذا ما حبيتوش ديروا يابس تقدروا ديروا الخضر تقطعوه وترميوه داخل الخبز. عندكم هنا كمية تاع زيتون حوالي 200 غرام تاع زيتون. عندكم كاس يكون متوسط تاع الزيت، 4 مغارف حليب غبرة. عندكم 4 لتلات تاع الماء يكون دافي. فنجان تاع لاتاي تاع زيت زيتون. راكم تتخيلوا زيت زيتون والنعناع والزعتر والزيتون ولا والزرع فوالا كما قال خويا مومو. هنا عندكم زوج مغارف كبار تاع الزبده ولا مارغارين، شويه تاع الملح، ثلاث مغارف كبار تاع السكر، حبه بيض وشويه تاع سانوج، وطبعا فارينه باش نطموا لاباط تاعنا، وكذلك كميه تاع السميد باش نقرصوا هذا الخبز تاعنا. نعاود لكم بسرعه، قلنا هنا زوج مغارف ثلاثه تاع الزعتر، كذلك نعناع يكون يابس. اذا ما كانش عندكم نعناع يابس ديروا نعناع يخضر، ربطه نعناع خضر قطعوها ونرميوها داخل هذاك الماء اللي حنا نجنوا به الخبز. عندكم 200 غرام تاع الزيتون يكون مقطع دي نوايتي كوبي. عندكم كاس متوسط تاع الزيت، 4 مغارف كبار حليب غبره، 4 لتلات تاع الماء يكون دافي ماشي سخون دافي. عندكم فنجان تاع لاتاي تاع الزيت، زوج مغارف كبار تاع الزبده ولا مارغارين، شويه تاع الملح، ثلاث مغارف كبار حتى 4 تاع السكر، حبه بيض وشويه سانوج، وطبعا كميه تاع فارينه باش نطموا لاباط تاعنا، وكميه تاع السميد باش نقرصوا هذا الخبز تاعنا. يلا الحاجه الاولى اللي نديروها مشاهدينا الكرام، قلت لكم عندكم 4 لتلة، قلنا عندكم 4 لتلة تاع الماء يكون دافي ماشي سخون. شوفوا هكذا هكذا بهذه الطريقه ندفي الماء هكذا. وصراحة أن هذا الخبز لازم لي جفنة. شوفوا معايا هكذا بهذه الطريقة ناخذ الجفنة تاعي نحط، شوفوا معايا نحط شوية تاع الملح. نزيد ما قلت لكمش برك خميرة تاع الخبزة، لان انا مازال ما حطيتهاش، كنت جبدها خميره تاع الخبز. عندكم كذلك 4 مغارف تاع السكر هكذا. نحط قلنا 4 مغارف كبار حليب غبره نحط كذلك ثلاثة حتى 4 مغارف كبار تاع سانوج. وتحبوا تزيدوا حبة حلاوة زيدوا حبة حلاوة تاني حتى تعطيكم طعم ولا أروع في الخبز تاعكم. شوفوا هنا الماء راهو طفى، نزيدوا قلنا خميرة تاع الخبز. صاحبي كوبي دقيقة نشوف الخميرة وين راهي.
قلنا هنا نزيدوا زوج مغارف كبار خميرة تاع الخبز هكذا. شوفوا نزيد قلنا زوج مغارف كبار حتى ثلاثة تاع الزعتر. نزيدوا كذلك النعناع. ونزيد الزيتون. نزيد كذلك قلنا كاس متوسط تاع الزيت هكذا بهذه الطريقه. يلا نروح نستقبلوا اول مكالمه نهار اليوم. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. الله يخليك سيداتي. نقصينا شويه التلفاز. بسوهلا وليدي واش راك؟ لاباس سيداتي. كل عام وانت بخير. صحتك لاباس؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. راك منور راك منور يا وليدي. الله يسلمك يطول عمرك. راك راني مانيش على المباشر. تفضلي تفضلي راك على المباشر تفضلي. نقصينا برك. عمرك وليدي ربي يطول عمرك. الله يحفظك. الله يسلمك يطول عمرك. الله يحفظك. شوف نقول لك نحبك 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 اكثر من ولا اروع. الله يسلمك وانا نموت عليكم. الله يبارك. انا شو من ولايه تيفازا. الله يبارك. مرحبا بك. مرحبا بكل ناس تيفازا. يسلمك تبعناك خطوه بخطوه. الله يسلمك ما شاء الله. كل بلا تاعك ناجحين من من العجاين للبلا. الله يسلمك تعيشي طول عمرك. ربي يطول عمرك ان شاء الله يحفظ لك هذوك اليديد ان شاء الله. الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا لك. الله يبعد عليك كل بلا يبعد عليك الاولاد الحرام والله. بارك الله فيك. شكرا يعطيك الصحه. امين. شوف فيك راك دير درت لنا باذنجان وراك درت لنا لي بريوش. الو الو قلت لك راني نشوف فيك راك دير لنا في اليوم. قلت لك اليوم راح ندير لكم الخبز. الخبز بالزيتون والزعتر والنعناع. الو ما ليش انقطعت المكالمه. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام زدت زيت زيتون وزدت كذلك حبه تاع البيض هاي ليك. ودوك هنا زدت هذيك 4 لتر تاع الماء اللي يكون دافي هكذا بهذه الطريقه. شوفوا صدقوني هذا الخبز ما كنتش رايحين تندموا عليه. دونك هنا نبدا نطم الخبز تاعي بالفارينه. وردوا بالكم ما تيبسوهش باش يجيكم خفيف ويخمر بالخف. شوفوا هكذا ندير فارينه ونعجن ونشوف. شوفوا هكذا هكذا بهذه الطريقه. نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو الو وي وي نسمع. السلام عليكم زهيه. عليكم السلام. مرحبا الحومه. تاع الحومه. واش راهم ناس باب الواد؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله الله يهنيك. الله يسلمك. جست بوغ فو بارلي على بالك يمو كونسي دو فو بارلي ونكونتاكتيك لا فامي ساحل بالك تعرفهم. لا فامي ساحل وين؟ طليعه اها. الله يبارك معروفه. لا يزون سي سي قالوا لي شوف فيه كما انا جيتي با مع جيتي فريمون اوكيبي قلت نشوف. الله يسلمك. و ميم طون بوغ سيجيكسيون باش نعطيك ان كيت هكذا ان كيت ايدي. يلا تفضلي. مرحبا مرحبا. الاخر حنايا عندنا سكر. اه عندي سكر وحبيت هكذا كالكو روسيت لايت. ما كاش مشكل وعد مني باذن الله. راني اون ديريكت صح راك طيب راك راهم يعاودوا وقال لي زينيسيون القدم. درك راني ندير الخبز بالزيتون والزعتر والنعناع. شوفوا تقطعت المكالمه. معجون قلت لهم نعم المعجون فاش ديروا معجون وحده والبريوش انا نخلط لكم تصيبوا المعجون داخل البريوش. اها فوالا او ميم طون لو كود نعرفو اللي حفظته قريب نمتو اللي هو ولا اروع. ولا اروع. يلا مرحبا بك معنا. هكذا يسلمك خويا. ما شاء الله وصلت باذن الله باذن الله. وعد مني راح ندير لكم ندير لكم وصفات خاص بكم انتم الامراض بالسكر. ربي ان شاء الله يعافيكم ان شاء الله ويشافيكم باذن الله. وعد مني راح ندير لكم كذلك الاكلات اللي تقدروا تاكلوهم هكذا باش السكر تاعكم يولي متوازن باذن الله. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام هكذا
هكذا بهذه الطريقه. شوفوا هنا راح ناخذ شويه تاع الماء، شوفوا معايا شويه تاع الماء، ونرش العجينه تاعي. شوفوا هكذا بهذه الطريقه، هكذا دبزه، هكذا بهذه الدبزه نبداو نعجنوا الخبز تاعنا. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. السلام عليكم نصيره. سلام ورحمه. مرحبا بك. مرحبا مرحبا بناس بجايه. الله يسلمك. واش راكم لاباس؟ لاباس، صحتكم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يهنيك. فوالا حبيت نشكرك برك على غوسات، راهم هايلين والله وراء ارواح. الله يسلمك يطول عمرك. فوالا حبيت نسقسيك على لاغوسات هذيك تاع القمح هذاك. هذيك واش من لاغوسات؟ تاع القمح. واش من القمح؟ هذاك طاجين هذاك وين درت القمح. نعم؟ من بعد العيد. واش به؟ سييتو بصح، سييتو بصح خرج لي يابس. خرج لك يابس؟ ايه. ما فورتيهش مليح. لا لا والله غير فورته اربع خطرات. شو اربع خطرات؟ ما لا مش والله اربع خطرات. ما فهمتش ولا ما شمختيهش مليح. فوالا هذاك اللي شريته ولا واش قلتي لي؟ لا كاليتي تاع القمح هذاك اللي شريته. اها. ما على باليش ولا لا كاليتي هذيك ماشي مليحه ولا جو سي با. شريتيه في سوبيرات هكذا؟ لا لا شريته عند واحد يبيع سبيسيالمون شعير. لا لا سميد. لا 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 شوفي نسيمه شري روحي لسوبيرات سي بي دي باكي. ايه. مكتوب فيهم لو بلي القمح. هذاك اللي يعني جوده عاليه يعني مليحه. ويفر لك بالخف. وردي بالك باكي تشمخيش مخيه مليح باش يفور. ايه. ما يفورش يابس. لا. الغريبيه جات لي يابسه. أول مرة ندير حاجة ما تصلحليش. شوفي. كاع لي غوسات والله ما شاء الله. الله يسلمك. شوفي الغريبية احنا نعاودها لكم بإذن الله. الغريبية ماشي جات لي يابسة بصح باش نغوسيكليها، باش جبت صباح نحيتها من الآخر من لاكيفات هذيك باش نعاود نغوسيكليها، لقيتها طرية. إيه. جات ولا أروع. جات ولا أروع. والله العظيم ولا أروع. صحتكم صحتكم. مي بروميي جور لا جات يابسه بصح كي نحيتها باش نغوسيكليها باش نديرها بني ولا كيك شوز. هذه هي نسيمة ولا اروع في اليابس، واليابس بلا اروع. والله العظيم خرجت لي اروع جات دوب من فم. صحتكم صحتكم. ميرسي الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا اخويا فارس يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، هذا الخبز لازم تجربوه، ها لازم عليكم تجربوه وصدقوني ماكوش رايحين تندموا عليه. شوفوا برك نعطيكم واحد الخطوه ديروها. شوفوا كي تعجنوا كامل العجينه تاعكم، انتم خذوا شويه ما دافي كما كان يديروا جدتنا زمان. شوفوا نرش بشويه تاع الماء هكذا. قلت لكم لاباط لازم تكون شويه طريه. شوفوا هكذا 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 طبعا بالدبزه هكذا. شوفوا هكذا شوفوا هكذا هكذا بهذه الطريقه نعجنوا شويه. ونزيد لكم واحد الخطوه ديروها اللي هي تخبطوه. علاش نخبطوه؟ باش ندخلوا له الهواء للداخل. شوفوا هكذا بهذه الطريقه. شوفوا دوك نوري لكم. ها شوفوا راح تلقوا طرح من بعد تشوفوا تلاحظوا باللي النتيجه ناجحه 100%. شوفوا نطموا هكذا مليح. شوفوا هكذا وصدقوني ريحته ولا اروع. شوفوا الشكل تاعو، الزعتر، النعناع، السانوج، زيت زيتون، الزيتون. شوفوا ولا اروع. شوفوا العجينه كيفاش كنت تشوفوا هايلك. شوفوا تغزل مومو تغزل. شوفوا هكذا بهذه الطريقه قلنا. شوفوا نطموه هكذا. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمه. الو
ألو. السلام عليكم مالك. السلام عليكم. واش راكم يا ناس تلمسان؟ آية. ناس تلمسان الباهية. ها؟ ناس تلمسان الباهية ولا الغالية؟ لا تلمسان. كيفان؟ تلمسان. مرحبا بك. مرحبا بك. ولا لا وصفاتك ولا أروع. بارك الله فيك وانتم كذلك ولا أروع. الله يسلمك. جربتي ملك؟ ها؟ جربتي الوصفات؟ جربت بزاف. اها وش النتيجة؟ جربت هذيك البطاطا. اها ولا غراتان تاع بانية. اها وبزاف تاع الكاطو سيتري. الله يبارك الله يبارك. و اها قولي لي مالك هذا هذا مكان بصحتكم مالك بصحتكم وماما تشكرك بزاف سلمي لي عليها بزاف بزاف يسلمك وكل عام وانتم بخير صح شكرا لك شكرا شوفوا هنا مشاهدة الكرام العجينة هاي لك واجدة شوفوا شو ندير دوكا قلت لكم لازم تخبطوها وصدقوني هاد العملية لازم تديروها باش الخبز تاعكم يجيكم خفيف هاكليك شوفوا ندير هكذا بهذه الطريقة شوفوا هكذا شوفوا هكذا بهذه الطريقة صدقوني راح تتحصلوا على جينة ولا خبز صح خفيف كي تخبطوه هكذا شوفوا هكذا بهذه الطريقة شوفوا شوفوا هاي لك هكذا بهذه الطريقة هاي ليك العجينة تاعنا شوفوا شحال شابة شوفوا كنت تشوفوا وصدقوني ريحته ولا أروع والذوق تاعو كذلك بنين بزاف بزاف واش ندير هنا مشاهدنا الكرام راح نحطو يخمر لازم يخمر يخمر المرة الأولى شوفوا ندير شوية فارينة هكذا ونحط العجينة تاعي هنا وشوفوا العجينة لازم تكون تكون طرية هكذا يلا نزيدو نستقبلوا مكالمة الو الو السلام عليكم سي عبد القادر وعليكم السلام واش راك دايز مرحبا بك واش راك انت كل عام وانت بخير عيدك بالصحة الله يسلمك يطول الله يسلمك يطول عمرك رانا من شعبان وجا رمضان ما حكمناكش حتى لشوال يلا شوال عندكم الزهر صافا فارس لاباس والله غير الحمد لله وانتم الحمد لله الحمد لله الحمد لله شوف كاينة حاجة القلب اللوز تاعك جات ولا اروع اها والشربات اها انا ما تبعتهاش في ما تبعتهاش مور شو مور مور, مور العيد خاطر ما على باليش أه. ما كانش على بالي اها شفتها في اليوتيوب درتها اليوم اها 5 لتلات خلاصت الله يبارك بالصحة والراحة الله يسلمك بصح. ولا اروع ولا اروع الله يسلمك بصحتك درتها بلاصيت سيتريك ولا بلا كيفاش؟ درتها بلاصيت سيتريك ولا بلا لاصيت سيتريك؟ درتها بلاصيت درتها بلاصيت؟ ايه تخرج بنينة نحن ايه. نبدل ما نديش لاصيت ايه تخرج بنينة بلاصيت برك برك ما تكتروش منها هذا ما كان لاصيت شوية توجعني صح ما تكتروش منها برك ما المرة الجاية ما نديرهاش اليوم درتها اليوم نسيتها 5 لتلات جاتني ولا أروع بنينة بزاف بصحتكم بصحتكم الله يسلمك كاينة حاجة برك ملاحظة نعم في رمضان كنت سيد باش نتصل بكم ولكن مكالمات بزاف صح اها الكاميرا مان قل له خطره اخرى يقرب الاخر باه نشوفوا حليت الاخرى اللي تخدموهم نشوفوها تكون قريبه لنا كاين ديفوا ما نشوفوش الوصفات هذو كي يكونوا طايبين ما نشوفهمش مليح ما يبالوا لنا معليش معليش المرة الجاية راح نكونوا معكم خطوة بخطوة بإذن الله سي عبد القادر إن شاء الله يا خويا صافي بليزير بارك الله فيك شكرا لك يعطيك الصحة شكرا يعطيك الصحة سي عبد القادر شوفوا هنا مشاهدينا الكرام العجينة تاعي راهي تخمر هاي ليك هنا قلنا نسحقوا شوية سميد يكون متوسط باش نقرصوا الخبز تاعنا باش نقرصوه في السميد درناه بفارينة ونقرصوه بالسميد نحطوه هنا بجيه
قبل ما نروحوا فاصل مشاهدينا الكرام، راح قلنا الوصفه الثانيه راح تكون بسبوسه، طريقه بسيطه وناجحه 100%. قبل ما نروحوا فاصل راح نوري لكم هنا الشربات اللي نشربوا بها البسبوسه تاعنا. عندكم ريتلاما هاي ليك ب 500 غرام تاع السكر هكذا، ونص حبه قارص حطها هنا، ونحطها فوق النار. ويلا نروحوا فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعاود نوليو وراح نوري لكم احلى احلى بسبوسه وناجحه 100%. خليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره ثانيه. الوصفه الثانيه اللي قلت لكم اليوم راح تكون بسبوسه بطريقه ناجحه 100%، لانه كاين بزاف ناس اللي عندهم بروبليم في هذه البسبوسه، وهي بسيطه جدا جدا باذن الله. اليوم راح نحل لكم المشكل كامل تاع البسبوسه. هنا البسبوسه كاين اللي يستعمل 8 حبات بيض، كاين اللي يدير 5-6 على حسب السنيوه. دوك الا كانت كبيره شويه ديروا 8، الا كانت متوسطه كما تاعي اللي راح نديرها اليوم عندها متوسطه راح ندير 6 حبات بيض هكذا. دونك هنا عندكم 6 حبات بيض، كاس تاع السكر، كاس زيت، كاس حليب اللي قستو به السكر قيسوا به كاس زيت وكاس حليب، وعندكم هنا زوج اكياس تاع خميره كيميائيه، مبشور تاع زوج حبات ليمون ولا قارص، معروف كبيره فانيليا، كاس تاع جوز الهند، وعندكم كاس تاع فارينه، وهنا زوج كيسان ونص تاع السميد يكون متوسط. هادو بالنسبه للمقادير. دوك راح نديروا التحضير، وفي نفس الوقت راح نعاود لكم المقادير كما راكم تشوفوا هنا. الشربات اللي درناها قبل ما رحنا فاصل هاي ليك، شوفوا درنا ريتلا تاع الماء، ودرنا 500 غرام تاع السكر، نص حبه قارص. دوك هنا نخليها زوج غليات ولا ثلاثه، ونطفي لها ونواسيلها شويه تاع ما زهر، ونخليها تبرد، لان البسبوسه لازم تكون سخونه كما قلب باللوز، والشربات تكون بارده. يلا نروحوا نستقبلوا مكالمه. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبا بك. عاش مسمع صوتك. الله يسلمك، كل عام وانت بخير. هادي مدة وسنين قال لك تزيري في كلام، هادي مدة وسنين وانا نحوس عليك وما حكمتش ما جاتنيش. راني غير هنا، راني غير هنا. الله يسلمك، الله يسلمك. راني في قناة البلاد. يطول عمرك ان شاء الله ويخليك تاج فوق رصاننا. الله يسلمك، يطول عمرك، بارك الله فيك. معك ام هدى، وش غادي نقول لك؟ وافية وافية، ما تأمنش عقلك، ما كانش الريسيت تاعك مهبلة بنتي نضل نقولها في الفيسبوك طلعي لي ولا أروع. الله يسلمك تعيشي، بارك الله فيك. والله شوف الأخ فارس، أنا كنت نتبعك كاع من كنت في الشاشة كاع في الحصص تاع سميرة تيفي. أها بارك الله فيك. والله تبعتك كاع كاع كي قال لك من الأوائل من الأول كاع من أيامك كي قال لك تاع المبتدئة. بارك الله فيك. والله زعما وانا نتبع فيك وقولي لي الحمد لله، زعما قعدت ما قطعتش الياس، ما قعدتش نقربك بصح ما قطعتش الياس حتى نهار اللي يكسب الله. الحمد لله الحمد لله، مرحبا بك. كاع يبغوك والله، لا كاع يبغوك. الله يسلمك، سلمي لي بزاف عليهم. الله يسلمك، وكي تكون تمد في الوصفه تاعك يقول لك يا هدرة فارس يا هدرة. يا هدرة يا هدرة. دوك هذه هي السيم تاعنا تاع اصحاب موشن تاع اصحاب الغرب كامل، غير نكمل دوك غير كي تسمع يا هدرة عرب اللي تموشت بالعباس. دوك نولي غير نكمل الوسين تقول لكم يا درا يا درا يا درا يا درا صاحبي. والله العظيم من يوم سمعت الشعب قاعد العوامه يقول لك ردها لنا العوامه، نعاودها لكم. لا اليوم تبعت الحصه تاعك قاعد يقول لك على العوامه، احنا كنا نشوفوها غير في حريم السلطان. والله والله ما نعرفها هذه العوامه، لا بالسميد ولا بالفارينه ولا بنينه. العوامه وكاين اللي يقول لها لقمه القاضي. وانا حاسبه هذه اكله، انا كنت حاسبه. لا 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 شوفي هي 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 حلوه، اكدت لي بنتي باللي حلوه حلوه. شوفي تقليديه يديروها بالزرف في الشرق الاوسط، كاين كيما ماصر يديروها في سوريا، في العراق يديروها في تركيا. شتي كيما احنا نبيعوا زلابيه برا، هما يديروا طوابل هكذا وعجينه تجي صغيره يحطوها في الزيت، ومن بعد يدير لك يا شوكولا يا العسل. بنينه بزاف ولا اروع يا درا. ولا اروع. شوف الاخ فارس، انا باش نبين لك باللي راني قديمه معك ونتبعك وافيه. شوف انا الماكله تاعك زعما الاكله تاعك خفيفه، واحد دي صالي كاري مقضوبين هكا كالبريوه، وفيهم طماطيسه وزيتونه من الفوق. اها شفيت عليهم. اي هادو قدام قدام. اها
عندي بزاف اللي درتهم الان راهم من اللي كيقالك في لاغونتري تاع ماكلتي افي الله يبارك حتى 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 بناتي زعمك قالوا لي زعما باش ما تنسيش الاخ فارس قلت لهم باش ما ننساش الله يسلمك يطول عمرك زعما هذيك اول وصفه تاعك اللي كيما قال لك غير طلقتها تماما روحت انا طبقتها من ونجحت فيها الله يبارك انت راسي باللي كاع الوصفه تاعك ناجحه 100% الحمد لله الحمد لله الله يبارك يعني المراه ما تضيع والراجل ما يعاقب راح تفيد ما بين النساء والرجال بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحه والله الحسنات ان شاء الله ان شاء الله يطول عمرك بارك الله فيك الله يسلمك البنات كاع راه مسلمين عليك سلمي كامل عليهم وسلمي لي كامل على نساتي مشنت بارك الله فيك سيدتي شكرا شوفوا هنا مشاهدينا الكرام خمس حبات بيض حبات بيض عفوا كاس تاع السكر يكون متوسطه ولا درتو 8 بيض ديروا الكاس يكون شويه كبير دونك هنا درت 6 بيض وكاس تاع السكر نطلعهم شويه هكذا بالخلاط الكهربائي على بالكم راني نخدم والمخرج تاعي اللي هو مومو راني نحسو شغل نسيبتي او يحكي لي واش من العهد اللي خرجت العوامه قال لك في الدوله العباسيه قال لك السلطان تاعهم باش يديروا له القاضي باش يديروا له حلوه وما يديرونجاش ما يتقلقش دونك ياكل حاجه بكل سهوله داروا له هاد لقمه القاضي ودونك سموها لقمه القاضي يلا شوفوا هنا يعطيك الصحه مومو بارك الله فيك او في كتافي مومو ما تكسرش قاري صانكم شوفوا وكاجي خويا مومو شوفوا هنا حبات بيض كاس تاع السكر راني خلطتهم مليح حتى داك السكر يذوب دونك واش نزيدو كاس تاع الزيت هكذا بهذه الطريقه الكاس اللي كيدير به السكر نكيلو به الزيت شوفوا هكذا بهذه الطريقه نزيدو كاس تاع الحليب شوفوا هاد البسبوسه ولا اروع صدقوني ولا اروع هاي لك هنا 6 بيض كاس تاع السكر طلعناهم مليح من بعد زدنا كاس تاع الزيت وكاس تاع حليب نخلطوهم مليح شوفوا نزيد هنا مبشور تاع حبات قارص انا نحب القارص هاملك شوفوا غير تزيدوا لها هاد الزيست ما تحبوا ديروا لها قشو تاع تينا ديروا لها ونزيد مغرف كبيره فانيليا هكذا نزيدوا نخلطوا هكذا بهذه الطريقه بدات ريحتها بدات ريحه البسبوسه ما شاء الله شوفوا نزيد هنا كاس تاع جوز الهند اللي ما يحبوش ما تقولكم ما يديروش ولكن صدقوني بجوز الهند روعه تخيلوا مبشور الليمون وجوز الهند وفانيليا ولا اروع شوفوا هكذا نخلط مليح هكذا بهذه الطريقة نزيد هنا زوج كيسان تاع السميد اللي كيلتو به السكر والزيت والحليب تكيلو به زوج كيسان تاع السميد يكون متوسط ماشي رطب وماشي رخشين متوسط شوفوا معايا هكذا نخلطو مليح واش نزيد هنا زوج اكياس تاع خميره كيميائيه مع نص كاس فارينه خلطهم مع بعض نجيبو نخلطو هاد فارينه قلنا وخميره تاع الحلوه ولا لا ليفيغ شيميك نخلطوهم بهذه الطريقه ونزيدهم هنا الشربات خلاص راح نطفي لها ونخليها تبرد قلت لكم نزيد لها شويه تاع ما زهر ونخليوها تبرد شوفوا نزيدوا الفارينه غير بالعقل ونخلطوا بهذا الشكل
هكذا. شوفوا هذه العجينه تاعنا تاع البسبوسه، دونك هنا رايحين ناخذوا سنيوه اللي تكونوا دهنتوها بشويه تاع الزيت، هكذا خلاص. شوفوا طريقه سهله ما تاخذش منكم وقت كبير، وصدقوني ناجحه 100%. ناخذ هاد السنيوه تدهنوها قلنا بشويه تاع الزيت، ورايحين نفرغوا العجينه تاعنا هنايا هكذا. شوفوا هكذا بهذه الطريقه، وراح ندخلها الفرن على درجه حراره 160 درجه. راني نقول لكم 160 حتى 170، معليش 170 يعني بالكو ديرها اكثر من 170، لانه راح تطلع تولي خشينه، ولا قويتوا لها النار طيب لكم من التحت وطيب لكم من الفوق، والداخل تقعد خضراء، ولا قعدت خضراء تخرجوها من الفرن طيح، دونك ما نجحتوش فيها. دونك 160 خليوها طيب في غرضها، وتدخل لها الطياب غير في غرضها، تشد روحها مليح تحمر مليح، من بعد رايحين تتقبوها فرشيطه ولا بيك ولا وتشربوها مليح، تخليوها تشرب لانه السميد يشرب، تشرب مليح باش تجي بسبوسه بمعنى الكلمه، تجي مشربه. علاش احنا نقولوا مشربه كل بسبوسه؟ بسبوسه تجيكم مشربه مليح. يلا نستقبلوا مكالمه. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم فارس، مرحبا بك سيداتي. كل عام ام حليم، مرحبا بك، صحة عيدك. يسلمك فارس، يطول عمرك. الله يسلمك، يطول عمرك. عيد مبارك، عيد وليداتك ان شاء الله، في حياتك في حياتك. عيد مويمة. الله يسلمك فارس. واش راك يا اخي؟ صافا فارس والله غير الحمد لله. واش راك انت؟ لاباس فارس؟ نعم صدقني، غير كل ما شدلتك نعيط لك. اها ما قدرتش نشدك، ما قدرتش. هاولي ما عندك الزهر. اليوم عندي زهر فارس. اليوم راكي والله غير الحمد لله، يطول عمرك بارك الله فيك. والله غير يا فارس وليدي العزيز، غنحبو كامل. تعرف غير تجي ساعة ثلاثة ونجرو كاع. الله يسلمك، مرحبا مرحبا بك، الله يسلمك يطول عمرك. يسلمك فارس، وراكي وراكي نشكرك. الله يسلمك، شكرا. الواحد قال لي الله يسلمك، وراكي تجربي على الطياب. انا نتبعو كاع. الله يسلمك بارك الله فيك، شكرا. انا نتبعو كاع فارس للمواكل اللي درت لنا في رمضان، والكاطو نتاع العشينا، يعني بزاف حوايج. الحمد لله الحمد لله، بصحتكم. نجحنا فيهم الحمد لله يا ربي. بصحتكم بصحتكم. يسلمك فارس وليدي، بارك الله فيك. ما تقدرش دير لنا انت تاع المشماش؟ تاع المشماش؟ ايه تاع المشماش. انت تاع المشماش ما كاش مشكل، ما كاش مشكل، ما كاش مشكل. هذيك اللي هذيك اللي تحط من تحت المشماش وتفرغ من فوقها الانطاج. يلا ما كاش مشكل، حتى المشماش راهو كاين باذن الله، وعد مني ان شاء الله. يعطيك الصحة فاس وليدي العزيز، شكرا بارك. يعطيك الصحة، ربي يخلي ربي يخليك لينا ان شاء الله. ان شاء الله ويخليكم ليا باذن الله. شكرا لك سيداتي، بارك الله فيكم. نشكر كل ناس، كل اوفياء متتبعين الو فارس، نشكركم صدقوني. وحتى الناس اللي حاولوا يتصلوا بالبرنامج وما قبضوناش، بارك الله فيكم، نشكركم. وانا هاد الكلمات الطيبه اللي راكم تهضروها انا راح نزيد ونكون معكم باذن الله، وراح نقدم لكم الافضل والافضل. يلا مشاهدي الكرام، هاوليك الخبز تاعنا. شوفوا صدقوني لازم تشربوا هذا الخبز لانه صح بنين، وعلى بالي بلي يساعدكم. شوفوا هاوليك بعد ما الخميره العجين تاعنا هاوليك خمر، شوفوا كيفاش راهو خامر. تقرصوه، تحبوا خبزات كبار، تحبوا صغار، تحبوا كيما تحبوا. ومن بعد تاخذوا شوفوا كميه تاع السميد هايليك. شوفوا السميد هذا متوسط هاوليك، هايده كميه تاع السميد. وتاخذوا الخبزات تاعكم هايليك ها، ونقرص الخبز تاعي
شوفوا هكذا بهالطريقة، هكذا بهالطريقة. يلا نزيدوا نستقبلوا مكالمة من تيبازا. السلام عليكم سي قاسي. السلام عليكم الأخ فارس. الله يسلمك، مرحبا بك. الله يحفظك خويا العزيز، ميرسي بوكو. الله يسلمك تعيش. صافا خونا فارس، كاش لي غوسيات راك عاجبنا بالبزاف خويا. الله يسلمك، كاش تياب دخل الكوزينة ولا والو؟ جو من عندك انت تعلمنا طياب، احنا رجال ما نعرفوش نطيبوا، مي لي روسيات تاعك ترمو سامبل سامبل سامبل. الله يبارك، حتى ولينا حنايا نديرو طياب. الله يسلمك خويا بارك. سيرتو هاد لي روسا تاع لي جو تاع الحلاوة في رمضان، سيرتو في رمضان، قتلتنا في رمضان. بارك الله فيك، شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا. والله هبلت، حبيت ندير واحد لي ديديكاس خويا فارس. يلا تفضل تفضل. حبيت نشكر كل سكان خميستي المدينة. اها. حبيت نشكر فريد توباك الكينغ. الرابير تاعنا تاع المدينة، وحبيت نشكر كاع صحابي وخويا علي تاني، ناس فوكا تاني، ناس بوسماعين وخميستي بور. بارك الله فيك، وناس شكرا. وناس بوهارون خويا العزيز. بارك الله فيك، تسلموا كامل عليهم. وخويا فارس، خويا فارس حبيت حاجة، حبيت نشوفك شغل سيرتينا قدام البحر طيب هكا. يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خويا، ان شاء الله فكره فكره ولا اروع باذن الله نطبقوها ان شاء الله. الله يعطيكم الخير خويا، ونشكر قناه البلاد، بارك الله فيكم. الله يسلمك، الله يحفظك خويا فارس، بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحه، شكرا، بارك الله فيك. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام، هاوليك الخبز تاعنا، هاوليك، وشوفوا سنيوا اللي تحطوه يخمر يخمر فيها اللي طيبوا فيها الخبز. شوفوا ما تخافوش العجينة، دوروها كما تحبوا. ها شوفوا هكذا بهالطريقة، هكذا هكذا بهالطريقة. نزيد نجيب، شوفوا نزيد نجيب سنيوة واحدة أخرى، ها نحطها هنا هكذا، شوفوا، ونحط الخبزة تاعي هكذا هكذا بهالطريقة. نزيد شوفوا معنا، ناخذ هاد السميد نزيد شوية هكذا، هاي ليك لابوت تاعي بهالطريقة، نحطها هكذا، قلنا السميد متوسط، ها ونحل العجينة تاعنا، ها كما كانوا جدتنا يحلوا زمان. شوفوا هكذا، ها شوفوا، ها هكذا بهالطريقة، وخليوه زيد يخمر مرة ثانية، ونطيبوه على درجة حرارة 200 درجة مئوية، يعني الفور يكون سخون حتى تشوفوه طلع، يعني ولا خفيف وطلع وخذ هذاك اللون ذهبي، تخرجوه وتخليوه يبرد وتاكلوه بالصحة والراحة. يلا مشاهدينا الكرام، نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو، ورايحين نشوفوا البسبوسة تاعنا حاضرة وجاهزة أمامكم، وحتى الخبز هذا راح نشوفوه، نشوفوا النتيجة النهائية تاع هذا الخبز. خليكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، كما راكم تشوفوا كيفيه تاع نهار اليوم، راهم حاضرين وجاهزين امامكم، ان شاء الله تكونوا تبعتوني خطوه بخطوه. وعلى بالي ولو كان تسييو هذا الخبز ماكوش رايحين تندموا عليه، صدقوني صدقوني، بنين بزاف، وحتى النعناع والزعتر وزيت الزيتون والزيتون ولا اروع ولا اروع، ويخرج خفيف بزاف بزاف بزاف. والبسبوسه اللي كان بزاف ناس عندهم مشكل فيها، اليوم ان شاء الله راه تحل المشكل. شفتوا قدمتها لكم بطريقه بسيطه وناجحه 100%، هاي امامكم صدقوني، خفيفه بزاف بزاف وبنينه، ريحه الواد كوكو جوز الهند ومبشور الليمون ولا اروع. يلا مشاهدينا الكرام، راح نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله نفس التوقيت نفس القناه بزوج وصفات باذن الله. من هذاك الوقت تهلاو بزاف في وقتكم وتهلاو بصحتكم. سلام.